راجع طلعت مره سبحان الله ابدعت ترى والله خطير ولو انا مدير قناه خليك اخليك رئيسي انا مبدع من اول ساعه جابت اليوم نعم ها يا عين اخوك ها يا عين اخوك علتاي عيني علتاي وخطاي وهواي قالوا لي ما ترى شيء ما في شيء هنا في ما في صدق ما في انا بقول لك حاجه اي حتى انا بقول لك حاجه بس يا ها احمد ها شوف كيف يجيبها على راسك لا لا احنا بينا سوالف يلا خلاص اسمح نسمع العشاء ما اقدر نقول يلا روح سلام ما تجي يلا يلا اوه عفوا لا عادي خذ راحتك ما سوى شيء اقول لك على حاجه اول شيء قال لهم مبروك الله يبارك لك يا قلب اخوك ما حصل لك في هذا التخرج وتستاهل يا حبيب وهذا شيء يعني ما جاء بالساهل جاء بتعب سهر ليل مذاكره ووقت ومال وحال يعني فعلا تبذل لين وصلت للشيء اللي انت تطمح لكل مجتهد نصيب الحمد لله فانا بقول لك هذا لازم نعمل وهي رساله ونصيحه اللي مثلك مثل اللي مثلك مثل كل ناجح مثلك هو مثل في الحياه الله يسعدك تجيبه ومثل فلان مثل فلان عرفت الله يسعدك والله العظيم ان اعجبني جمعك ما بين الموهبه وما بين النجاح في الحياه فعلا الله يسعدك وترى بعض الناس يضيع هذه صح ويبغى هذه ويبغى هذه لكن من ناحيه الترتيب يضيع مثل ما تقول اذا كان الانسان ما عنده شيء يرتبه في الحياه انت والله العظيم شفت ما تدري وش بقول ولا جهزنا الكلام صح هذا صح لكن انا عجبني وهذا وما شاء الله تبارك الله يسعدك الانسان الناجح دائما يجمع ما بين الموهبه والعمل وحتى يعني الوقت اهله ووقت اخوياه ووقت اللهم لك الحمد فانا اضرب فيك المثل وانا ابغى منك يعني تعلمني الشيء اللي انت سويته يعني زي ما تقول اشتغلت على نفسك في الانسان دائما اذا اشتغل على نفسه في بعض الامور يوصل للامور اللي هو يبغاها عرفت؟ فعلا نشتغل على نفسه من الصفر يوصل ليش؟ للمليون المليونين ثلاثه اربعه عنده شيء يعني قصدك من الشيء يعني وش اللي خلاك توصل وكيف وصلت؟ لا او وش السلسله اللي سويتها؟ الاساسيات انا اعلمك كيف كتقسيم ما بين شغلك وما بين دراستك وما بين موهبتك وما بين السوشيال ميديا وما بين عرفت طيب. بعض الناس ترى وبخليك تتكلم الحين بعض الناس يركز على حاجه ويضيع حاجات صح فعلا عرفت فانت نصيحه شوف انا نصيحه بقدمها لك يعني كاخو انت وتقدمها للناس من تجربه يقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب صدقت. انا حتى ايام سناب ما كنت اتكلم عن شغل ما كنت اتكلم وش اسوي العين حق لكن انا ما هي بخوف من العين ما هي خوف من العين يعني الحمد لله والشكر موكل الامر لله هي حق لكن انا من الناس اللي ما اخاف من العين ولا فرق ما شاء الله لان حق والحمد لله ان الله يكتب لنا اللي في خير اللهم بس احيانا اذا احد جاء سالني لان انا لو تكلمت انا كذا من مثلا بالسناب او تكلمت عند اي جلسه حتى تدري اني كنت اجلس جلسات والله يا عبد الله جلسات كبير مجالس في بعضهم اللي هاي مجالس عارف اللي هايط واللي يعلني انا وانا الوحيد اللي ساكت وانا اعرف منهم بالامور هذه كلها ليه ما احب اتكلم بها يعني يا اخي انت تتكلم شيء لكن جيت تسالني في ناس تجي تسالني احمد انا وش اسوي بالشيء هذا يثقون فيني هنا اعطيه اللي بقلبي كانوا يسالونني مثلا كيف بشتغل مثلا يقول بشتغل انا ما اقدر اقول امسك رايح معك فلوس راح اسوي الشغل هذه ما اقدر اقول لك هذا الشيء لان ما ادري يعني كنت اعطيها الاساس كذا حاجه الاساس هو كل شيء اول شيء طموحك خله هنا ما هو قدامك لا خله بين حوادث اي بين حوادث بين عيونك خله بين عيونك وثاني شيء خل نظرتك وثاني شيء نظرتك لا تخليها هنا ولا تخليها بعيده شوي انا اعلمك هذه مثلا انا مثلا تقول انا ابغى بطمح للمليار مليار يكون رصيدك مليار المليار انت طامح للمليار ما تشوف قدامك العدد المليار يمكن ما يجيك مليار يجيك كم 100 مليون فهمت كيف تبي تقول انا ابي 10 مليون يمكن يجيك مليون صادق يعني اطمح للشيء فوق راح يجيك لنقص منه شوي صادق فخله يعني قليل يعطيك كذي ايوه عليك نور زي كذا بس اهم شيء
كافح. هذه أهم حاجتي اللي أنا قلت لك، طموحك الثاني هذه أهم كل شيء. ذكرتني. لا تسمع لحد. صادق. لا تسمع، ما أقولك نقدح من، شوف أنا ما أقولك نقدح من راسك، لا تسمع لحد. مثلا يوم كنت بدرس ولا قاطعك، يوم كنت بدرس أنا كنت أشتغل بديرة. ما شاء الله. وأدرس بديرة ثانية. وأسافر لأهلي بديرة ثالثة. فجلس واحد يقول أنت ما يمديك والدراسة صعبة الهندسة، أنا طبعاً أنا تخصصي يعني أنا موهبتي محاماة، كنت أدخل محاماة، الهندسة شوي صعبة ترى مو بس ما هي مستحيلة. كان يقول لي أنا أدري إنها صعبة وبرمجة ودنيا، وش كان يقول لي؟ كان يقول لي طول العمر يا رجل أنت شغلك يا أحمد، أنت شغلك بتجارة وسوشيال ميديا، يعني يبغى يخرب. لا ما هو، لا والله ما هو بيخرب، هو الله معطيه الشيء هذا على نيته، بس هو محطم، بس ما على نيته، هو محطم نفسه قبلي. طيب ما كنت اسمع منك. اقول ذكرك على حاجه، قلت الكلام كان ذكرتني بشيء. اخوي محمد الله يطول عمره، قالوا ميده ناس ما راح تجيب الجامعه، ما راح معناها كانت بعيده من الرياض. عرفت يا اخي انت ما تجي. والله العظيم اني شوف عيني انه يذاكر ما شاء الله تبارك الله، الله يطول عمره وعمرك، انه يذاكر وانه يطول العمر يا اخي. شوف حتى الشيء اللي ما يتذاكر يذاكر. قلت له ترى يمكن هذه ما راح تجي معك. صح. انا اقول له زي ما تقول انت نفس الرجال. قال هو لا انا بذاكر كل شيء، يجب انا بجيبها انا اجيب. شوف كل ما قالها واحد مع انه معطيات بعض الاحيان ما تساعد بس ايش قال انا بجيبها. قلت يا اخي انت تقول كيف تقول انا بجيبها وانت ما انت متاكد؟ قال انت اذا قلت معك خير وهو ما معك بيجيك الخير. الله على نيتك يعطيك. صح. سمعت ذكرتني بالنقطه ذي، تقول الرجال يقول كذا هو على نيته، وانا مثلي اقول له محمد اخوي ليش تذكر هذه؟ صح. قال هو يمكن تجيني انا بذكرها، يعني بذكر. صح. عرفت تك جمله هذا على زي تقول محمد من يذاكر، ترى ايش يقول؟ هذه جمله انا صغتها من نفسي والله قراتها بكتاب قبل فتره، لاني فعلا من تجربه. تخيل اللي تبيه اللي تحلم فيه صدقني اذا انك سعيت له، هل اللي تشوفه حلم راح يجي اليوم؟ وش راح يجي اليوم تشوفه قدامك؟ انا واحد من اخواني ندرس ما شاء الله بنفس المدرسه من اولى ابتدائي لين ثالث ثانوي، تخرج من ثالث ثانوي. اخوي هذا موسى اخوي، تمام؟ موسى اخوي طبعا هو كبري بين 4 شهور كذا 5 شهور. درسنا امين، درسنا طول العمر. هو ما شاء الله تخرج مهندس قبل سنه. يوم طلع من الثانويه انا رحت طريق، قال موسى مش خاوني يدرس معي هناك للديره الفلانيه. قلت انا ما بدرس الحين، خلني بروح اشوف لي امور براسي. رحت اشتغل ورحت اسوي تعبت شوي، بعدين قلت ابرجع خلاص بما ان الشغل الدراسه اهم شيء، ورحت ادرس واشتغل. فيوم تخرج قبل سنه يا اخوي ضحك، قلت تذكر موسى يمكن تقول لي احمد انت ما انت دارس؟ قلت ابوي دخلنا الله يرحمه اولى ابتدائي مع بعض وتخرجنا. موسى قال لي ادرس جامعه، ابوي تراه مخرج يعني، قال احنا من اولى ابتدائي لما تروح معي جامعه بتبوك ويدرس بتبوك. قلت ما ابغى الجامعه. قال احمد خلنا مع بعض. قلت انا مو مجال الجامعه لا. يوم موسى درس انا رحت اشتغل، يوم اشتغلت رحت بعدين كنت بدرس. ابلحق مين اخوي؟ والله حطني سبحان الله بالهندسه. لان ايش؟ لان الدراسه اصبر، لان الدراسه رسماء. لا صح صادق، بس الدراسه يعني خليت انت الدراسه واشتغلت. الدراسه ايش؟ ما لها عمر. ما لها عمر. دراسه يعني في يمديك. صح. يمديك خلك بس انت شوف ما في اشد من مدرسه. اخترت انت الدراسه بعدين ليش؟ تبغى خلاص ابي شهاده ايوه بعدين تدرس. ايوه شهاده. صح ولا لا؟ ايوه زي كذا رحت بسوي اللي براسي، لان انا يعني تفكيري يختلف عن تفكيره. صح. هو ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هو هندسه مدنيه. حلو. وانا هندسه شبكات حاسب ما شاء الله. فنضحك قبل سوى لنا تخرجهم. قلت تذكر يوم كنت تقول لي يا احمد بعدين انه يدرس معي، ترى احنا من اولى ابتدائي واحنا مع بعض ثالث ثانوي تبي تخليني؟ قلت انت راح ادرس. قلت الان شوف رحت انا وبدخل محاماه، بعدين قلت بدخل محاماه ترى رحت بقدم بعدين لقيت تخصص هندسه قلت خليني اروح الهندسه. دخلت. قلت الان الحمد لله تخرجنا سوا من اول ابتدائي. الله يخليه من اول ابتدائي احنا مع بعض وتخصصنا واحد. هي صدفه ترى، بس قبل كل شيء قلت لك النيه الطيبه. كنت والله بدون يشهد علي الله يقبلها لك، يمكن تفيدها احد غيرك. والله ما كنت يشهد علي الله لا حسد احد ما شاء الله، ولا يعني ولا ينقهر من احد. بس اني مثلا شفتك مثلا كان عندي الشيء هذا، مثلا شفت ابو شايع مثلا بيقول دكتور، عندي شيء اني بصير زي ابو شايع والله احسن منه. ما بي السوء. لا انا لا ما هو حسد. اقول تقول انت ما تبي مثلا ابو شايع دكتور تبغى تتمنى مثله؟ اي ما اي بس اتمنى مثله احسن. بس الله مثلا اقول الله يوفق ابو شايع ما شاء الله عليه ما شاء الله يا رب اني بسوي اخليك أيوه. عبره لي. ايوه اقتدي به. اي اقتدي به ما هي عبره. فهمت كيف؟ ولا يعني ما بوضح لك يعني بيض الله وجهك والله اعطاك على نيتك وهذا ان شاء الله. بعدين ان شاء الله الله يعونك على مستقبلك وعلى حياتك بعدين. الله يوفقك ان شاء الله عقبال المناصب العليا والاشياء اللي انت تتحققها يا رب. امين يا رب. امين يا رب. هذا باختصار انت قلتها. إيه؟ تمن الخير تمن الخير تلقاه الخير.
ولا تحسد. شوف صح تحسد. تمنى الخير ويجيك الخير ولا تحسد. ولا تحسد. لأنك هنا بتدخل في إثم والله لها بموفق ولا موفق الإنسان بتحسده وبالعكس تكسب إثم. صح فعلاً. والله يوفق والله العظيم أنا شوف. قلب أخوك. أنا أقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن. أفلحت يا قلب أخوك. لا عليك ولا على أخوك ولا على كل طيب. أنت إذا ذكرت الله على الناس الله بيعطيك على نيتك. أي والله. وأنا عجبني يعني جمعك لمستقبل وحياة وموهبة. وشيء زي كذا فهذا ما شاء الله تبارك الله مثل وانت والله العظيم في هذا الوقت انك ما تدري اني بقول لك هذا والله الشيء والله ما ادري والله اني راح انا باخذ شاحك ايه حتى ما ادري احد يشوفنا ولا ما يشوفنا صح صراحه والله الشباب هناك احنا هنا ما ندري صح والله والله ما يحتاج ابو شاحك والله يوفقك امين يا قلب اخوك عقبالك باذن الله ان شاء الله الحظ الطيب باذن الله وانت قد وعدتني بتجينا للجنوب اوعدتك بس شهر 11 باذن الله بس شرطي علمت شرطي وشو علمتك شرطي وشو طيب شرطي تبي شرطي قلت لك اجيك بس شرطي ما تربطني لا 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 شوف عزاء نبي نتمشى انا بخليك تمشي شوف ما تربطني اخاف انك وش انا ترى اخاف عاد انا جيتهم من الجنوب قبل معروفين ونعم بالكرم معليش فكنت مسافر ومريت واحد من اخويا سلم مريت بس مسافر قلت له ابي تقهوى عندكم بتعشى وبمشي الساعه 11 12 بروح اقسم بايه الله يا جوني عيال عمه وابوه ونعم ونعم وسبعه نعم لكن اضغطوني يحلفون علي حلفوا قلت يا رجال انا والله وعندي دوام قال والله حلف يا قال والله العظيم كان عنده والله ولي طلق يرجع عشان كذا اقول لك تذكرني منها تدري ليه هكذا انا ابشر الا ابجيك تدري تدري ابجيك فاضي شوف على خشمي لكن ابي اوضح لك تدري ليش اسوي لك كذا انت لو عكستها لو عكستها انت على نفسك وهو جايك عندك لو جوني صراحه والله اقفل عليه الباب الله اقول هو انا اقول طيب معاه حق صادق انت صادق طيب انا اعترفت اي انا اعترف شوف حرفيا ابشر حرفيا بين قوسين شفت انت اعترفت اعترفت يعني بتقفل تقفل عليهم اكيد لكن شوف شوف هذا كله في الاخير ايش ايه؟ من غلط انا ادري انا عارف بس انا اقول ابيك تمشيني ابشر انا قلت لك تمشي انا شوف انا بعطيك الطاره هناك بس بدل لك على الاماكن لا خلاص انت ولد لا انا معك روح لا لا غير اسمعني يوم شوف انا انا جاي مزرع منك مع لفه اول ما جيتكم شهر اسفل السنه اللي فاتت ايش سويت؟ لفه عزب انه الطريق مستوي كان بالليل يا حلال والنور رقد الله ستر علي وي وقبل بشهر قبل شهر كنت قبل ديلما طحت في ديلما علم اقسم بالله ستر علي بالباعة نفس الطريق الجنوب كان صادق صادق بالباعة انا عزيز حنان معدي كذا موقف وش الناس اقول لك حرك انا محصل الفندق بروح انام عزاني نمت صحيح وانا الف يسار احس منها ارض مستوى تدري ايش طلع؟ جرف وي والسياره متعلقه زي كذا والله ما غير عندي ما غير عندي قرده وغير انا والقرده طلع فيها زي قرده خذني معك حتى تدلك اسمع ايش يقول لي قرده بقولي والله هذه اني نازل كلب الله يعزك الله ينبح بغير بالليل لحالنا وقرتي القرود يطلعون بعض يقول كل يقول هذا وش فيه ايش قوم هذا السيارة متعلقة كذا الله ستر علي وجونا الله رجال شرف طلعوني الحمد لله بعد ساعات ونمت ونمت بالفندق ودخل علي واحد بالفندق بالغلط طالب كان يعلم طالب كان يعلم كان يعلم قنده خلعتني من الخط انا مش قلت لي حفظها وخلعتني اسمع شوف هناك هناك شفت وقت من الصباح للظهر هذه عندك شيء اشياء تسويها ومن الظهر للعصر عندك اشياء تسوي يعني في بعض الاحيان انت هنا ما تدري ايش تسوي في بعض الاوقات هنا صح برا ايش تسوي لكن هناك كل شيء يطلع لك في وقته صح وبالعكس تدري هناك انك يا اخي سبحان الله لازم تنام في الليل ايه نمت يا اخي لا شوف شوف لا اراديا ترى لا اراديا نمت والله خلاله نمت بحفره شوف لازم تنام في الليل اسمع يا اخي بالله عليك لازم تنام في الليل هناك ما هو يعني انك لازم تنام في الليل انك تنام تروح تزرق لا اتعب انت كذا قل لي لان كل شيء من هناك يبدا من الصباح احنا نصحى 7 السنه اللي فاتت نصحى 7 احنا العيال غير اللي انا انقلب شوف تدري ايش تسوي نصحى الصباح حلو ابي من الساعه 7 احنا نصحى الساعه 7 حلو نطلع طال عمرك ناخذ لنا العزبه واغراض العزبه حلو. وكل شيء يطلع بسلامه وتيسن يحب قلبك يطلع بالصندوق طال عمرك معاه شويه طيبات اهم شيء الكلى الكلى وكبوت هذه بيجيك العلمه هذه ترى اشتويها انا احب اشويها شرب السعد وتقوم طال عمرك نسوي ناخذ عزبتنا كامله مع الحطيبات مع المنقل حقها لانك لازم تحطها في المنقل عشان تشب في المنقل جمر كذا ونروح طول العمر في الحبله حلو من الصباح الين الساعه 12 كذا الساعه 10 كذا 11 نصلح فطورنا اللي هو قال لك بكل خير اي والله سمعت الشوايه عقبها حط غدانا حلو طلع مضغوط استاسته هذه الساعه 1:30 2 غدانا جاهز على السفره
طيب رج الزبادي طلع منك الزبادي وماطره الشط الزبادي والشط حلوه والببس البارد هذا ما يبيل اصلا الببس هناك يكون عليه ضباب لان هناك جو مدينه الضباب اصلا الدنيا ضباب كلها مالك طويل تجلس طال عمرك سم بالله كل بيمينك وكل مما يليك سمعت بس يعني لا تجي شق ولا شيء اضرب العقبه وش شرع بالحمل رب قبرك عود ايش اللي بيطالك صار معقبه شيء الساعه كم هذا هذه الساعه دي خلص من غدانا انت غشنا هذا غشنا عجبتنا غشنا هذا نجنا صلحنا طال عمرك الشاهي جمري على نعناع اهم شيء ترى ما شرب ولا نعناع نعناع عليه لان نعناع بلدي ما هو جوايه جوايه اسلم اقطف حطه في البريك الله يقطفك بكل خير قلبي امين وياك الله يطول عمرك يدعوك الله يبيض وجهك عجبت حط النعناع على الشاهي طال عمرك يو كيف يقول كذا لا يقول بقبق بقبق يا بقبق الله يخير يا بقبق هذه بقبق بقبق حلو خلاص ضباب ضباب يا مطر خفيف ذيك العلم احنا نشرب الشاي هذا وين احنا بحلبه هذا الحبله حبله بحبله ولا حبله 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 الحبله اي عقب ما نخلص هذا الكلام اذن العصر شربنا شاهينا جات كش زين 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 الحين زخات المطر زين زخات المطر ركبنا سياراتنا يوم ركبنا سياراتنا طالعين من الحبلة رحنا وين السودة السودة نعم نعم هذا ساعة كم السودة الساعة 3:30 3:30 حلوي مشينا السودة ناس اللي يلعب قزم الناس الألوان الشعبية واللي يطبخوا اللي لا خلاص قلت مشي قد يطبخوا الحين أنا طبخت فوق جيك العلم السودة السودة يمشون عليها طال عمرك زفلت منا من الجبال وكذا تبي تصور سناب تبي تنزل تصور الارض تصور خلصنا من ذا الكلام ساعه اللي قالنا ان شباب يلعبون جاج يلعبون عرضه يلعبون نلعب معاهم صح لا يا حبيبي ما اعرف العب تبي تخلي سيقاني انت زكي اصبر اعرف سيقاني يا خليك تعال لا تخليني تفضحني ما اعرف العب انا بضبط قصري ما غير سيقان انا بضبط قبل ما نروح هناك انا بضبط تعلمني يعني عندي يا اخي علمني عندي خلصنا من ذا الكلام كله رجعنا يا طويل العمر بدلنا بدلنا شوف خلصنا اغراض هذه رجعنا احنا يا طويل السلامه هذا الساعه كم نرجع الساعه يا طويل العمر والسلامه 6 وحنا في المغرب ترى يدن 7 وقت شهر 11 الساعه 6 نكون في محل اللي طالعنا منه محلنا اللي مجتمعين فيه حلو اللي هو الملابس والثياب والفراش نبدل يا طويل العمر ونروح وين وين نروح وين ابو خيال جوي ابو خيال ابو خيال احلى مكان شفته بحياتي بس ما عمري مريت تكفى لا تنسين يلا ابو خيال اي بد ابو خيال ما ندري وين رايحين ابو خيال وين رايحين ما ندري منين جايين ما ندري منين اكلين ما يصير ايوه اسمع روح ابو خيال ايوه اوكي حلو فيها طبعا شغله هناك ماكولات بدون ذكر اسماء واشياء زي كذا خلص منها طال عمرك ناكل وكل شيء يعني وجبة العشاء صحيح العشاء خلص. العشاء مو العشاء خلك شو دبلوماسي العشاء العشاء, العشاء. نعم الهمجة العشاء كمية كحل اي شفت خلصنا من ذي الامور كل بوها في هناك ممشى نمشي ليش نخفف يعني خلصت اي نمشي ما فينا وزن الغدا اللي تغديناه ما فينا وزن احنا الحين ضاربين بالخامس صح حلو الحبل نسيت تونا متغدين طيب حلو ايوه خلص عمرك على العشاء ترى خفيف ترى مو بالعشاء اللي في بالك طيب عشان بدون ذكر اسماء طيب وش نسوي بعدها؟ نروح نمشي وين؟ وين؟ شارع الفن شالله يلا 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 جوي شوف جوي جيت هنا حلو شارع الفن جيته والله هنا شوف هنا تقهوى تعطينا طال عمرك شيء وجداني كلمات ادري احنا مره فاكرين من الشلات هنا نروح نقول هنا لا كلمات كلمات قصيدة قسما بالله الكلام اللي تقوله عن دايم حلو كلام الله اللي يطلع من هذه جاهزة والله لا أقولها لك دقيقة على بقولك شوف ركز معي هذه اللي قبل شوي السؤال كذي اللي قبل شوي بعضهم عدرب بعد يقول أنت ليش مرة طلع فيني شيبة صغيرة طيب ها يقول الشيب ما هو عيب يا معدرب الشيب عيب الشيب ما هو عيب يا معدرب الشيب الشيب في راس الولد له سبايب إما كريم شاب يبحث عن الطيب ولا شجاعا عذبته المصايب يا سلام فالشيب ما هو عيب يا اما انه كريم يا اما شخص عذبته الدنيا حلو انا ابغاك تقول حلوه هذه لكن ابغاها وجدانيه زي على غنوج على هالشوق سايقني متميزه بالحلال سبحان خالقها خالقها عرفت سلام زي ما تقول زي هذا انا هذا حفظها انا اسمع يجي حلفت انا حلفت اركز معي حلفت باللي غيب الشمس من ناك
والصبح بمرة تطلع الشمس منا منا النسعد الأيام شوفك ولقياك والنقشر الأيام غيبتك عنا عنا ودك تلاقيني وودي بلقياك لكن ظروف الوقت ما ساعدنا سلام وده يلاقيني لكن ودي لكن ظروف الوقت ما ساعدنا يا ابن الأجواء كمل اسلم شفتك حطان شفتك حطان وحبها للمراجل انا يمكن احبس كثرها يمكن احبس 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 يا لمس انت بس خلصنا وطلع عمرك من شارع الفن ركبنا السياره على الله توكلنا وزقنا القدم قدام على طريق المطر المطر بس دقيقه يقول ما نسيتك هذا بوجه هذا كانت صدق هذيك تقولها شخص غالي كان غالي كان شخص غالي انت غالي لا كان شخص غالي اسمع اسمع يقول ما نسيتك هو يقول لي ما دعيت لي بالمطر طيب. قلت ما نسيتك بالدعاء والدنيا جفاف شلون بنساك والدنيا مطر ايش رايك ما نسيتك يا بعد عمري عشان اتذكر اي والله كيف تنسى البراء والبشاشه والنقاوه اي والله يرحمها رد روحي رد روحي باسمتي ويا منوحي كل البسمة كل دمعة من جروحي وعذابي 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 لا قبل الليل وتكهل الوهس والوقع اللي لك يا نوحي راح عمري من راح لمن راح في هواك سلام راح عمري في هواك انت سمعت عقبها كنت احس بان اسمع طبعا اقول لك اسمع والله حلفت حلفت كنت احرف يقول كنت احس بان كنت احس بالمفارق بيننا مستحيل فكره مرت ببالي وهملتها لين ما طحت بدرب الفراق الطويل صارت اشياء واجد ما تخيلتها سلام اسلم عشانك عقبها طال عمرك اني ارجع ايوه ايش نعطيها احنا رجال خلاص الحين مشى العلفن احنا خلاص رجعنا مشى العلفن ركبنا سياراتنا شغلنا شغلنا ذا اخذنا لنا شاهي عقب الوجبات الختاميه عرفت شاي ايه ارجع طال عمرك لا لا نومه البطاطين حالو حان وقت البطاطين حان وقت تسد حتى بطل حان البطاطين تقول حان وقت النوم حان اندبه وقت النوم الى الامام طيب خذ لك ركعتين طال عمرك عند فراشك ونام تسنن ارقد طيب شدها بنومها طال عمرك ما يجي ثمان الا انت صاحي صباح لقيتك حلوي في بطانيه قلت امسى قايم بالبطانيه حلو عاد اين انتوا فين